اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكاي حديث عراقي. مثلما يعني تحدثنا في حلقه سابقه عن اننا سنتناول التصريحات الكثيره التي يدلي بها العديد من المسؤولين في العمليه السياسيه وعلى راسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي. يعني من هذه يعني في هذه الحلقة نتحدث عن تصريحات عن حقوق الإنسان، عادوا لحقوق المواطن العراقي في التظاهر ولكن بشروط. الكاظمي وغيره بدأوا يتحدثون الآن ومنذ فترة عن حق المواطن العراقي، وأن الدستور قد كفل له هذا الحق في التظاهر لكن بشروط، يعني العودة إلى بيت الشعر الذي يقول: رماه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، أو مثل ما يقول المثل الشعبي العراقي البغدادي ربما، يعني قرصة خبز لا تكسرين وباقة فجل لا تفتحين وأكلي حتى تشبعين. فالمواطن الظاهر لكن لا تتكلم عن الدولة ولا تتكلم عن أحزابها ولا تسيء ولا تتهمهم بالفساد ولا تتهمهم بالخراب. عن ماذا يتظاهر المواطن؟ لا أعرف، يعني ربما يعني في ذهنهم شيء آخر وشعارات أخرى يرفعها على المواطن، يرفعها أولا عليه أن يؤيدهم ويمجد بهم ويعني يتحمد للفترة التي يحكمون فيها العراق بهذه الطريقة. يعني هذه تصريحات رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، يعني تحدث قبل أيام أيضا، قال: من حق المواطن أن يتظاهر ولكن ليس من حقه التظاهر لصناعة الفوضى. وعلى الوزراء نقطتين تحدث فيها، وعلى الوزراء العمل على الالتقاء بالمتظاهرين لشرح ظروف الدولة، ويجب أن تكون الإجراءات سريعة. نقطتين. طبعا هذه التصريحات جاءت بعد أن استدعي مصطفى الكاظمي للاجتماع فيما يسمى بالبيت الشيعي، أحزاب وقوى وميليشيات البيت الشيعي، هذا هكذا بكل وضوح هم قالوها. والاجتماع هذا جرى في بيت هادي العامري بعد أن عاد مصطفى الكاظمي من أمريكا، واتفقوا معه، القضية كانت واضحة. هذه الانتخابات كان هناك قرار، هذه الانتخابات يجب أن تنهى، ويجب أن تساهم كل القوى الأمنية والميليشيا في إنهاء هذه التظاهرات. وتحدث يعني أولهم هادي العامري صاحب البيت ويعني المضيف، هو الذي أول من أدلى بدلوه، قال: التظاهر السلمي حق كفله الدستور، هكذا يعني يقولون دائما، لكن يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية والحفاظ على السلمية، ويجب التمييز بين المتظاهرين السلميين وأصحاب المطالب المشروعة وبين المندسين. طوال 11 شهر هذه التظاهرات لم تسيء تماما، وكل المتظاهرين يتحدون كل أجهزة الدولة، وكل إذا كانت هناك دولة كل هذه القوى يتحدوها في أنهم أساءوا أو خربوا في مكان واحد، حتى ولو كان صغير، لم يتعرضوا لدوائر الدولة، لم يتعرضوا لكل ما تملكه الدولة، لا الممتلكات الخاصة ولا الممتلكات العامة. في بعض المدن أزالوا مقرات لميليشيات وقوى حزبية عرفوا أنها متهمة في قتلهم وفي ذبحهم. هل هذا من حقهم أم مو من حقهم؟ أليس هذا من حقهم؟ يمسكون ناس ويرونهم رؤية العين ويعرفونهم من أحزاب وقوى تسكن هذه المقرات تخرج لتعتدي عليهم بالقتل والخطف والحرق، وقاموا بإنهاء هذه المقرات، لكنهم لم يعتدوا على أي مقر للحكومة، لا مصرف ولا شارع ولا بناية ولا ممتلكات خاصة، بالعكس كانوا الأشد والأكثر حرصا على الحفاظ على كل الممتلكات. لذلك هذا الكلام مردود عليهم. والمندسين، من هم الذين يندسون بين المتظاهرين؟ هم أتباع الأحزاب والقوى والميليشيات التي اندسوا وما زالوا يندسون، ولديهم خيم، والمتظاهرين يشيرون إليهم
بشكل واضح أنه هؤلاء من المندسين، وسمعنا هتافاتهم ورأينا لافتاتهم ورأينا ما فعلوا، وربما أصحاب القبعات الزرق خير مثال. هذا هذه قضية. ثانيا نتحدث على الحكومة، قال هادي العامري هؤلاء الناس يريدون العبث بالأمن العام والاعتداء على الأموال العامة والخاصة. من قال هذا وكيف وما هي الأدلة على ذلك؟ الذين عبثوا بالأمن العام وقتلوا الناس والمتظاهرين وأشاعوا الفتنة في البلد هي القوى الميليشياوية والأمنية وقوى السلطة وقوى أحزاب. هذه الحقيقة والشعب يعرف هذه. الحكومة عليها أن تتعامل مع المخربين وفق القانون والإجراءات القضائية الصارمة وعدم التهاون معهم. هكذا يعني رسم هادي العامري الخطوط العريضة والدقيقة لما هو مطلوب من الكاظمي في التعامل مع التظاهرات. انهي التظاهرات. وهذا نفس الكلام اللي قاله قيس الخزعلي وقال نور المالكي قبله، وتحدثت به كل قوى العملية السياسية وميليشيات، ومنهم يعني ما يسمى برئيس كتلة صادقون في البرلمان الحالي. قال يعني هاي التابعة لقيس الخزعلي طبعا، ميليشيات قيس الخزعلي، قال المتظاهرين مجموعة من المخربين هكذا. ونحن بلغنا الكاظمي قلنا له إذا استمروا فإن البلد ذاهب إلى الفوضى. 17 سنة العراق في فوضى، فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية وفي كل شيء، وأمنية وفي كل شيء، والميليشيات والقوى الحزبية هي المسؤولة عن هذه الفوضى. الآن تحملوها المتظاهرين. إذا هناك قرار لإنهاء هذه التظاهرات تحدث به الخزعلي، تحدث به المالكي، وقبلهم مقتدى الصدر وهادي العامري، والكل تحدث. واستلمه مصطفى الكاظمي، خرج من الاجتماع وهو يعمل في جيبه وصايا إنهاء هذه التظاهرات. لذلك بدأ يتحدث عن عدم التساهل مع المخربين، وأن الدولة هي المسؤولة، وعلى الوزراء أن يذهبوا ليشرحوا ظروف الحكم، الدولة، الظروف اللي تعاني منها الحكومة للمتظاهرين. بما معناه أنتم ظروفكم، من الذي أدى إلى هذه الظروف السيئة التي تندبون حظكم بسببها؟ ظرف اقتصادي، ظرف سياسي، ظرف أمني. من هو المواطن أم أنتم؟ أنتم سبب هذا. تحملون المواطن المسؤولية وتريدون أن يشارككم في هذه المسؤولية وأن يسكت عن كل فضائحكم وكل مشاكلكم وكل فسادكم وكل خرابكم، لأن ظروف صعبة واجب عليك أن تعود إلى البيت وتسكت وتقبل بما هو. هذا هو يعني 11 شهرا المتظاهرين يطالبون بكل مطالبهم، لم تلبى طلب واحد من مطالبهم. الآن تحملوهم مسؤولية كل هذا الخراب، تريدون تحميلهم مسؤولية هذا الخراب، ويجب أن تقتص منهم القوى الأمنية، ولا يجوز الاعتداء على القوى الأمنية. هو من يعتدي على من؟ القوى الأمنية تعتدي، والميليشيات تعتدي على المتظاهرين، المتظاهرين يعتدون على القوى الأمنية. يعني هذه صورة واضحة ولا يمكن القبول بها. الناس أمام يعني هدف واحد تعرفه الآن الناس، تفقوا عليه فيما بينهم الكاظمي وكل قوى العملية السياسية، وإنهاء التظاهرات قبل الذهاب إلى ما يسمونه بالانتخابات، لكي تستمر العملية السياسية، لكي يستمر فسادهم، لكي يستمر خرابهم. ما قتل المتظاهرين، قتل الناشطين، اعتقالهم إلا جزء من هذه العمليات لإنهاء هذه التظاهرات بشكل مبكر قبل الانتخابات المبكرة. هذا هو ما يعبر عن وفاء الكاظمي لدماء الشهداء التي تحدث عنها كثيرا. هذا هو الذي يعبر عنه. وبالتالي الهدف الأساسي من كل هذه التصريحات، من كل هذه التحركات، هو قطع رأس التظاهرات وقطع رأس الشعب. فهل يستطيعون قطع رأس الشعب أم الشعب هو الذي سيقطع رأسهم؟ إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.